التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. تناول هذا اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.